السلام عليكم متتبعي عبدو الأصفار وبالمطاعم. الفلوق ديال اليوم هو عن مدينة الناظور أو الناظور. الناظور هي مدينة ريفية تقع شمال المغرب، وعدد السكان ديالها هو 180,000 نسمة، والقليل اللي كيعرف بأن الناظور من أغنى المدن المغربية، حيث أغلب السكان ديالها هاجروا لهولندا وبلجيكا والدول الأوروبية، وعندهم تحويلات مالية مهمة. وهذه المشاهد اللي كتشوفوا فهي لبحيرة مارتشيكا اللي كتعتبر أكبر بحيرة بحرية في المغرب، واللي استفدت من التهيئة. وكما كتلاحظوا في الكورنيش رائع جدا، نقي والناس محترمين والله يعمر دار. الشمال كتميز مناظر جميلة، مناظر طبيعية رائعة جدا، ولكن ينقصهم واحد شوية ديال مقومات السياحة كالطبخ مثلا، التعامل مع الكليان. فإلى الآن مازال ما ضابطينش هاد الأمور هذه، وكنتمنى من الدولة أنها تنشأ مراكز ديال الفندقة ولا معاهد الفندقة في هاد المدن هذه، باش الخدمة السياحية والمنتوج السياحي يزيد يتطور في هاد المدن هذه. إذن بعد جولة في كورنيش الناظور وصلت لأوتيل اللي هو أوتيل النخيل، أوتيل زوين، استقبال في المستوى. كما كتلاحظ الشومبر فهي نقية وكتطلع على الشارع. بالنسبة للثمن فهو 500 درهم في لوت سيزون وكتضمن وجبة الفطور. بعد استراحة قصيرة الخروج لقيام بجولة ليلية بمدينة الناظور، وهذه بعض المباني اللي كتعكس الطراز المعماري لمدينة الناظور كالدار هذه اللي استفدت من التهيئة. والناظور ليلا حاجة أخرى تماما، بحيرة مارشيكا الرائعة جدا واللي كتوفر على قوارب اللي كتقوم ب جولة داخل البحيرة الهادئة من هذه القوارب هذه، والثمن رخيص جدا وهو 10 دراهم، لا غلا لا مسكين. كما كتلاحظوا بحيرة هادئة جدا، مشاهد ليلية رائعة. مدينة الناظور تستحق الزيارة، ولكن ما تفوتش ليلة واحدة فيها فقط، يعني ماكسيموم ليلة توجه الحسيمة.
إذن بعد هذه الجولة البحرية ارتأينا نلعبوا شوية ونرجع للطفولة ديالنا، وكاينة مدينة الملاهي ديال الناظور اللي كتوفر على جميع أصناف الألعاب اللي ممكن ترضي خاصة الأطفال بالنسبة للعائلات. وهذه نهاية الفلوغ، أشكركم على تتبعكم ولا تنسوا دائما بارتاج وجيم. تحياتي.